بدنا نقول لكم شغلة بسيطة جدا وعملية بسيطة جدا. في عنا هاي الغطاي، هاي الغطاي خاصة لحمل أي زجاجة بلاستيكية. هاني هذه عبارة عن مصيدة الذباب، تكلفتها بسيطة، تكلفة العالية في الغطاي نفسه، أما التكلفة الثانية هي رخيصة جدا. فهذا عنا اللي هي خميرة العجين، خميرة العجين اللي بنعجن فيه العجين الخبز، بنحط في كل أنينة تقريبا ما يعادل 4 معالق، 4 معالق بنخلطها مع المي. هاي الغطاية ثمنها 5 شيكل، 5 شيكل ثمن هاي الغطاية، وبتلم عدد من الدبان هائل جدا اللي بيحيط في المنزل. طبعا في كمان حشرات صغيرة، هاي الحشرات في ناس بيقولوا لها الهيش وفي ناس بيقولوا لها البرغش، كمان بدخل في هاي الأنينة العناء منه. هاي هون هذا الدبان كمان اللي مفقس في قلبه دود. طبعا احنا المرة الثانية ضفنا نوع سم، يعني لا بطلع فيه بيض ولا بطلع فيه اي حاجة، هو سم احمر خاص بالدبان. وزي ما انتو شايفين هاي هون معلق على عدة اشجار، هذه تحت الليمون هون كمان مرة. القصة بسيطة جدا، بس بنضل نجدد كل فترة، كل فترة يعني بتعدى الشهرين تنعبي الأنينة مرة تانية، ونحط لها خميرة ونكب الذباب الموجود في داخلها، في داخل إما التربة وإما في عن طريق المجاري نخلص منها. هذه حسب الكميات، هي هذه هون صايدة كمية ضخمة من الدبان، هذه صايدة كمية كبيرة من الدبان. طبعا الريحة مش طيبة، بس اهم شيء ان الدبان منحد من التكاثر تبعه بشكل رهيب، على اساس نصيد فيش انين هي بتشوفوها الا معبية دبان. بيعمل ما يعادل 15 انينة، يعني هذه صايدة كميات ضخمة من الدبان، كميات ضخمة. هذه صبحت صايدة كميات ضخمة من الدبان، وكل هذا من الخميرة، خميرة العجين. 4 معالق من خميرة العجين تنحط في داخل أنينة، والأنينة هذه بعد 2-3 يوم بنقوم فتحها وتعليقها على الشجر بهذا الشكل. وهي الغطاية ثمنها 5 شيكل، بس بتساعدنا كتير كتير كتير، وبتعيش معانا سنوات هاي الغطاية، مش ليوم يومين، تجذب الدبان وبتقضي عليه في داخل زجاجة. هي هون تحت الخوخ طبعا، هنورجيك كيف كمان محطوط عليه معرش، وهذه تم تعليقها اليوم صباحا، هذه تحت المعرشات العنب، هاي تحت اللوزيات. هلا ببلش الدبان بالتكاثر، فبحاجة لزجاجات اكتر. طبعا الريحة تبعت الخميرة نوعا ما بتضلها الطف من اي نوع تاني. هي هذه زيتونة حديثة الزراعة، حاطين تحتيها انينة، الانينة فيها دبان. هي تحت الزيتونة هاي كذلك الأمر. أهم شيء اللي عنده مناحل ما يحاول يحط الأنينة قريبة من المناحل، لأنها بتقوم على طرد النحل من المنطقة. فضل إنه هاي النوعية تبقى بعيدة عن النحل.